دلوقتي بقى عندي كده هنا ايه ده الدهن اللي نزل معايا من ايه من ال ده الدهن اللي نزل معايا من الصدق. فهعمل ايه بقى؟ بجيب بقى معايا كده الدقيق وبشوح بقى الدقيق الكميه اللي انا عايزاها كده في ايه في الدهن بتاعي او في الدسم بتاعي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبوه كده ياخد ويدي مع نفسه كده. انا يعني انا مش حابه الصراحه ان انا ازود دسم تاني، كفايه كده. دي الدهون اللي كانت يعني مطلعها الصدوق. انا عملت الحشوه بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن صدوق بالبصل بقطع الفلفل. شوحت البصل وبعد كده حطيت عليه الفلفل والصدوق. عندي بقى هنا كده اهو، طبعا انا كنت متبلاه بملح وفلفل اسمر وكده، يعني الدسم بتاعه هو نازل وفي اجزاء كده ايه مطرح الصدوق بقى والكلام ده. سيبيه بقى كده ياخد ويدي معاكي على النار لحد ما يخرج الرطوبه اللي فيه. بعد كده بقى بمجرد بس ما بيخرج كده ايه نسبه الرطوبه اللي فيه، بصي تلاقيه عمل ازاي، تحسي ان دي فرول في نفسه كده، ما بقاش زي الاول. هنروح نازلين عليه شويه من الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنار عندي على اهدى درجه وبالمعلقه كده او بالايه او بالمضرب. لو حصل لو لقيتي حصل فيه تكتلات يبقى بالهاند بلندر وايه وتبداي ان انت تقلبي. هنزل بقى عليه على طول بايه بالشوربه. دلوقتي بقى عندي كده ايه الكريمه دي طبقه، يعني دي كانت الكريمه بتاعت ايه بتاعت الحليب. انا بسيبها كده إيه او تطلعي وش اللبن كده ايه وتسيبيه وتبداي ان انت ايه وقت ما تحتاجيه يعني تعملي بيه. طبعا دي لسه محتاجه تتزود شويه كمان من الميه او الشوربه او الحليب على حسب انت بقى ايه ما تحبي، او الكريمه يعني الكريمه هتديها دسامه وطعم حلو إيه وريحتها هي وهي معمول فيها بقى كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي إيه الصراحه طالعه رهيبه جدا. بجيب بقى معايا هنا ايه يعني دي اختياري مش اجباري، بس يعني في طعم كمان للسجق بتاعي في الوصفه وطعم البهاريز كده يعني ما اقولكوش، يعني رهيبه جدا ريحتها قويه قوي فيها. نحط كمان عليها رشه فلفل اسمر اضافيه، لو عندك فلفل ابيض تمام، وسنه ملح مش هكتر عشان ما تبقاش حادقه. وقلبي بقى كده الكلام ده كله ونزود بقى حليب وشوربه كريمه زي ما تحبي. دلوقتي بقى عندي الصاج بتاعي كده او البايركس كده، هحط فيه بقى ايه، بحط فيه اول حاجه الصوص البشاميل. بسم الله. هحطيلك بقى كده ايه كبشتين ثلاثه، طبقه بسيطه كده من الصوص بالشكل ده. عندي كده بقى ايه المكرونه بتاعتي بعد ما سلقتها، هنزل عليها يعني بشويه حلوين كده من الصوص، وبعدها هقلب بقى بالايه بالسباتشوله دي. بسم الله. وبزود بقى الكميه بتاعت المكرونه شويه بشويه، يعني ايه انا مش بحطها كلها مره واحده عشان اعرف اقلبها كويس، هزودها يعني ايه شويه بشويه. وطبعا كل ما هزود هزود عليها الصوص لحد ما يتقلب كده كله مع بعضه ويديني ايه النتيجه اللي انا محتاجاها. دلوقتي بقى هحط كده ايه الحشوه بتاعتي وهقلب بقى كده الكلام ده كله. انا عملت طبقه من ايه، احط الحشوه وهقلبهم يعني اقلب الدنيا دي كده كلها مع بعض. هقلبها كلها. انا عملت طبقه كده صغيره خالص من ايه من المكرونه عشان يعني ايه ما الحشوه ما تتلسعش مني على النار وهي في الفرن. نقلب بقى كده الكلام ده كله. بسم الله. زي ما انتم شايفين بقى كده، وهنزل بقى بيها كلها كده ايه على الصينيه. دلوقتي بقى خلاص نزلت بالمكرونه، هنزل عليها بقى بالصوص الابيض كده او الوايت صوص كده، وابدا ان انا افرد بقى. بسم الله.
غطيها بقى كده ايه كويس بالصوص. يعني لما الصوص بيكون تقيل معاكي ما بياخدش وقت كتير في التسويه. لو انت حباها كمان كريمي قوي خليها تاخد وش من تحت ومن فوق على طول وخلاص. انما انت بقى لو انت حابه ان هي تستوي بقى معاكي كويس يعني وتبقى ناشفه كده مش جوسي ولا حاجه، تخلي النار عليها من تحت لحد ايه ما اللي فوق كمان يتعمل اهو كده. اهو بالشكل ده. هجيب بقى كده الجبنه واحط عليها طبقه الجبنه. بعد بقى ما حطيت الجبنه هدخلها معايا الفرن وبعد ما تطلع هوريها لكم. بقى اتعمل معانا زي ما انتم شايفين بقى كده ما شاء الله عليه جميل جدا. بتمنى بقى يعجبكم وتجربوه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في كومنتات كده كتير ولايكات كتير اكتر واكتر. دي طبعا بعد ما بتتعمل تروحي انت بقى ايه مغطيه عليها وتسيبيها لحد ما ايه ما تطرى تماما. بصي بقى عامله ازاي رهيبه. لا مش هتشد، هات الشوكه بس بتاعتك. طبعا العيال جو تلج وهم عمالين ينفع دوب يجيبوا تلج ويحطوه ايه يغلسوا على بعض بيه. وبعدين بقى حطيت ايديا المليانه. بتمنى بقى تعجبكم وتجربوها. بصوا بقى المنظر عامل ازاي. ايه الاخبار؟ ثواني لسه ما قطعتهاش، لسه ما كملتهاش. يا جماعه بصوا انا هدوق قدامكم واقول لكم. بصوا شوف بقى قول لنا الاخبار ايه. صح بصوا يا جماعه دوق يلا بسرعه وقول لنا بقى رايك. والله خطيرة. بتمنى بقى كده ايه تحط لنا لايكات كتير وشير اكتر وكومنتات اكتر واكتر. يلا حطي دوقي بسرعة. طب دوقي بسرعة يلا. ها؟ الاخبار؟ بس دقي جامدة. بتمنى تعجبكم بقى ويلا قول لهم مع السلامة. وباي باي. مع السلامة مع السلامة مع السلامة.